بركاته، اهلا بيكم معايا فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل البيتزا. المكونات اللي معايا 1.5 كيلو دقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر، ومعايا كمان باكو بيكنج باودر. اخلط المكونات كلها مع بعض. بعد كده زي ما اتعودنا اي سائل معايا قبل اللبن او الميه هنزل بيه. معايا كوبايه زيت، طبعا الكوب ده انا معايا بالكوب المعياري وبعدين حطيته هنا، ومعايا كمان نص كوب من الاكواب المعياريه مايونيز. انا عاملاه في البيت، هسيب لحضراتكم الرابط وده اختياري، وهسيب ان شاء الله برضو لحضراتكم الرابط. معايا كمان معلقه كبيره خميره مدوباها في معلقه سكر ومعلقتين ميه. اخلط كل المكونات دي الاول مع بعضها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انا خلطت المكونات زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا انزل السائل اللي معايا ده، عباره عن سائل اللي بطلعه من اللبن الرايب اللي انا بعمله في البيت. طب لو مش متاح عند حضراتكم يبقى هنحط بداله ميه، بس هنحط بديل 5 معالق لبن بودره. انا كده بدات، طبعا انا معايا 1.5 كيلو دقيق، فاستحاله يعني الكوبايتين هيكفوا، فبالتالي هبدا باول كوبايتين وبعد كده اشوف العجينه محتاجه معايا ولا لا. ادي كده كوبايتين. هخلط المكونات كلها واقول لحضراتكم هنعمل ايه تاني في العجينه. زي ما حضراتكم شايفين الكوبايتين عملوا ايه معايا، لسه العجينه ناشفه جدا ومتفرفته معايا ازاي. وبصوا كده حضراتكم البوله اللي فيها. هبدا احط كمان نص كوبايه عشان الم بيها العجينه، لان عجينه البيتزا يا جماعه ما بتكونش طريه ولا ناشفه، برده بتكون متماسكه الى حد ما، يعني ما تكونش طريه قوي ولا ناشفه قوي، تكون متماسكه شويه عشان اقدر افردها واشكلها. هشرب اللبن واوريه لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما اتعودنا العجين ساب ازاي من البوله او من الطبق، في نفس الوقت ساب من ايديا. بعجن ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده كده، واجيب دي على دي كده. طبعا عجينه البيتزا مش اقل من ربع ساعه عجن عشان ابقى خدماها وتبقى العجينه كويسه معايا وناعمه زي ما حضراتكم شايفين كده، وتبقى سهله التشكيل. لازم اعجنها ربع ساعه، هسيبها تخمر وبعد كده اوري لحضراتكم هنشكلها ازاي. زي ما حضراتكم شايفين عجينه البيتزا خمرت ويعني تضاعف حجمها. هبدا اقطعها. طبعا بالنسبه للتقطيع انا مش قادره اتحكم في التقطيع، لان الصواني اللي عندي غير الصواني اللي عند حضراتكم، فكل واحد يقطعها حسب الصينيه اللي هيستخدمها. هقطعها واوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين بنقطعها ازاي. باخد كده حته عجينه اول باول، باخد كده حته عجينه بقطعها كده من النص زي ما حضراتكم شايفين، بعمل كده 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 كده، ولا بنعمل على كاتن بورد ولا بنقطع بقطع ولا حاجه، سهله جدا. زي ما حضراتكم شايفين كورتها وبحطها هنا على الطبق اللي هسيب فيه العجينه ترتاح زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا خلصت تقطيعها، ايه عملت منها الكبير وعملت منها المقاسات الصغيره عشان انا عندي صواني متفاوته الاحجام، وعملت منها كويرات صغيره. ليه؟ هنشوف دلوقتي هنعملوها ليه. زي ما حضراتكم شايفين انا سبتها ارتاحت حوالي من العشر دقايق لربع ساعه. اخدت اول عجينه فردتها بحاجه زي كده، شوبك مردانه اللي موجود عند حضراتكم، بفرش الكاتن بورد او الرخامه اللي بشتغل عليها بالدقيق حبه صغيرين وبفردها، وبعمل ايه؟ بجيب الصينيه اللي هشتغل فيها واقيس. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما بفردها بحط الصينيه فوق العجينه واقيس، طلعت قدها هبدا اقلبها مع حضراتكم، طلعت صغيره ابدا افرد في العجينه تاني. ويلا بينا نشيل العجينه. بصوا حضراتكم بتتشال بكل سهوله، ليه؟ عشان العجينه مخدومه مش محتاجه اي حاجه. بشيلها كده بالراحه وبحط الصينيه كده وبحطها هي في الصينيه وبسكنها في الصينيه. طبعا انا هسيب دي حوالي 5 دقايق تانيين علشان هقول لكم هنعمل فيها ايه، وهشتغل في غيرها عبال دي ما ترتاح تاني. خدت العجينه الثانيه، رشيت الكاتن بورد دقيق وهو زي ما حضراتكم شايفين، وبفرد كده بالشبك او المردانه اللي معايا، وبرده بقيس على الصينيه. لقيتها قد الصينيه بوقف الفرد، اقل من الصينيه بفرد تاني. بس ان شاء الله العجينه اللي معايا دي كبيره، انا عايزه حجم العجينه يكون اكبر من الصينيه حوالي 2 سنتي. انا فردت العجينه حطيتها على الصينيه زي ما حضراتكم شايفين، وادي ال 2 سنتي اللي حوالين الصينيه. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعدل الصينيه واحط فيها العجينه واقول لكم هنعمل ايه.
زي ما حضراتكم شايفين انا فردت العجينه. لو نبص كده للصينيه شايفين انا سايبه قد ايه حرف بره، شايفين حضراتكم اهو شايفين سايبه حروف ازاي بره زي ما حضراتكم شايفين كده. بالنسبه للحشوه بقى اللي في الجنب اللي انا عاملاها عباره عن سوسيز وجبنه موتزاريلا. جبت 3 اصابع من السوسيز حطيتهم في الكبه، قطعتهم صغير حطيتهم في الكبه، ضربتهم ضربه واحده، وبعد كده حطيت عليهم الموتزاريلا وضربتهم ضربه كمان، اداني الشكل ده. هرص زي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بالمعلقه كده، بنزل كده بالمعلقه وبسويها زي ما حضراتكم شايفين، سهل جدا ما فيهاش اي حاجه. هقفل ازاي الاطراف؟ بسم الله نسكن كده كل الحشوه في الجناب وعلى جوه وبدخل واجيبها على جنب، وعلى جوه وبدخل واجيبها على جنب زي ما حضراتكم شايفين. كل الصينيه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، ببدا اسكنها كده، هسكنها كلها واوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده انا سكنت كل الاطراف. ببدا اعمل ازاي؟ بجيب كده ايديا على الحرف كده زي ما حضراتكم شايفين وامشي كده، ادخلها لجوه كده واسكنها عشان ما تفكش مني لما تستوي اهو. سهله جدا وعلى الخفيف زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا. هبدا اعمل ايه بعد كده؟ انزل بصلصه الطماطم اللي هي عباره صلصه بيور انا عاملاها في البيت ومتبلاها او مبهراها ملح وفلفل اسمر وزعتر. حط كده على الخفيف، انا مش عايزه صلصه كتير عشان العجينه ما تسيلش مني وتتقطع. بعد كده هنحط شرايح فلفل الوان، فلفل اخضر المتاح عند حضراتكم، ميكس يكون يا ريت. اقل اهم حاجه انا ما اكترش طماطم علشان ما تدينيش عجينه سايله في الاخر وتتقطع مني وانا بقطعها. اكتر الفلفل براحتي لكن الطماطم تبقى قليله زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا رصيت قطع الطماطم على الفلفل الالوان اللي انا عملته، وادي الزيتون اهوت الاخضر انا برده عاملاه في البيت، ان شاء الله في اوان الزيتون هعمله مع حضراتكم. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ طبعا بما ان الحشوه فيها سوسيز في الاطراف هيبقى الحشوه سوسيز. حط كده حط عشوائي خالص رصينا خلاص السوسيز، هنبدا نحط الموتزاريلا برضو بنحطها كده ايه عشوائي خالص. زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي للبيتزا. بعمل ايه؟ هرش عليها زعتر مطحون على خفيف كده واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل ما اخلص بقية البيتزات، بعد كده نسويها ان شاء الله في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين كده دي الكور اللي انا عملتها حجم الليمونه. بعمل فيها ايه؟ ببططها كده شويه بايديا وبحط فيها حته جبنه موتزاريلا وبقفلها كده وبعملها كده، بعمل كل الكميه بسيبها 3 دقايق ترتاح. وبعد كده بعمل فيها ايه؟ بجيب اللبن كده على الاطراف، فرشه فيها لبن، بعمل الاطراف كلها بالمنظر ده عشان اثبت عليها الكور اللي انا عملتها. هعمل كل الكمية واوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده انا كورت كل الكور ورصيتها. برصها ازاي؟ شايفين حضراتكم مطرح ما انا قفلت من هنا كده، مطرح ما عملت كده دي اللي بتبقى تحت عشان لما تيجي تستوي ما تفكش مني والحشوة تطلع. وباجي منزلها كده زي ما حضراتكم شايفين على الجزء اللي انا عملته باللبن، وما بخليش الكورة ورا قوي، لازم انا اخليها في مسافة بين الصينية وبين حرف البيتزا زي ما حضراتكم شايفين كده، ما تبقاش لازقة قوي في الحرف ده. تمام. بعمل ايه بعد كده؟ بالشوكه وبهرمها بسرعه كده. تمام. طبعا الحشوه دي ان شاء الله انا هحشيها فراخ، طبعا طالما فراخ يبقى كده احط في الارضيه ايه؟ صوص الباربيكيو، مش هحط صوص صلصه. تمام. هبدا احط الصوص الباربيكيو وهنزل عليها بالفراخ. الفراخ عملتها ازاي؟ جبت بصلايه متوسطه شوحتها على النار معلقه سمنه ونزلت عليها بثلاث قطع بانيه متقطعين صغير، شوحتهم مع بعض لحد ما شربت ميتها، نزلت عليها معلقه صويا صوص ومعلقه باربيكيو صوص باربيكيو وشوحتهم مع بعض. هبدا احط صوص الباربيكيو
زي ما حضراتكم شايفين حطيت معلقتين صوص باربيكيو ووزعتهم. هبدأ اعمل ايه؟ هنزل كل الخضار اللي انا عملته في البيتزا الاولانيه، وبعدين هنزل عليه بصدور الفراخ اللي انا قلت لحضراتكم عليها اهوت، وبعد كده احط الموتزاريلا، وبعدين اوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين عملت نفس الخطوات اللي كانت قبل كده، عملتها تاني هنا مع البيتزا دي. هبدأ بقى احط الموتزاريلا، وبعد كده اوري لحضراتكم الشكل النهائي ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده انا خلصت البيتزا قدام حضراتكم، وبعمل ايه دلوقتي؟ ببدا ادهن الحروف اللي باينه دي من العجين، بدهنها لبن. والتانيه طبعا الاولانيه زيها بالظبط اللي احنا عملناها بالسوسيز، بدهنها كلها لبن كده وبسيبها ترفع لحد ما اخلص كل كميه البيتزا اللي معايا. بعد كده هسويها واريحها لحضراتكم ان شاء الله. دي اول واحده فرطتها مع حضراتكم، اللي قلنا هنسيبوها شويه لحد لما ترفع وتخمر تاني. هعمل ايه؟ هسيب كده حوالي 3 سنتي من الحرف، واجي كده زي ما حضراتكم شايفين. هبدا بقى احط فيها الحشوات، وبعد كده اوريها لحضراتكم. يلا نحط الحشوه. زي ما حضراتكم شايفين انا خلصت كل الكمية، سبتها لما رفعت يعني ارتاحت يعني خمرت مرة تانية. عملنا من كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طلعوا معانا 5 بيتزات اشكال واحجام وكل النكهات زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ اسويها، وبعد ما تستوي اوريها لحضراتكم شكلها ايه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين انا طلعت اللي استوى قدام حضراتكم اهو، لسه باقي الباقي ان شاء الله يطلع واوريه لحضراتكم. زي كانت معانا في الفرن طلعتها، والهنا والشفا على حضراتكم ان شاء الله. اتمنى الوصفه تكون عجبت حضراتكم وتكون نالت اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع اسما فود.